بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة مينا صوت للبرمجة. درس جديد من سلسلة دروس دلفي. اليوم سنرى المكون الثاني من تبويب المكونات الخاصة بويندوز 10 والتي أضيفت إلى الدلفي. إذا نفتح الدلفي. قد رأينا في المرة الماضية Activity Indicator، اليوم سنرى التوجل سويتش. إذا التوجل سويتش لاحظوا في الويندوز، لما نذهب إلى مثلا السيتنج نفتح مثلا Display، إذا لاحظوا هذا هو التوجل سويتش. لاحظوا التوجل سويتش هنا مثلا يستعمل للنايت لايت، مثلا في إضافة أوبشن خاصة بالويندوز. إذا نأتي إلى التوجل سويتش الخاص بنا بالنسبة للدلفي ونضعه هنا. إذا التوجل سويتش لديه خواص مهمة بالنسبة إليه. لدينا الخاصية Alignment Left to Right و Right to Left، يعني استعماله من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. لديه خاصية الأوتو سايز، هنا يمكننا تغيير الحجم، أما إذا كانت أوتو سايز فلا يمكننا أن نتحكم بها. إذا لدينا البي دي مود كذلك ليفت تو رايت، كذلك تغير اتجاه تواجد التوجل سويتش. لدينا الكالر، يمكننا تغيير الكالر إلى أي لون نريد. ثم لدينا خاصية الكيرسور، يمكننا تغيير نوع مؤشر الفأرة. الفونت كذلك يمكننا تغييره لتغيير الكتابة التي يمكن أن نضعها بجانب التوجل سويتش أو نتركه بدون كتابة. الكتابة الموجودة على التوجل سويتش مثل هذه ديزاكتيفي نغيرها من خلال التبويب ستيت كابشن. لدينا أولا state، لدينا toggle switch off TSS off، ولدينا TSS on. هنا لاحظوا إظهار هذا toggle switch activate يعني نشط، و disactivate يعني off يعني غير نشط. ولدينا state caption التي من خلالها نغير هذه الكابشن. عند الخاصية off يمكننا كتابة أي شيء هنا، مثلا off نكتبها هكذا، وهنا نكتبها on. عفوا on هكذا في الخاصية لما يكون on. لاحظوا on يكتبها on و off اكتبها off، مثلما غيرنا الكابشن هنا. لدينا خاصية الفونت التي يمكن أن نغير بها نوع الخط وحجمه، مثلا هنا نضعها 10 بولد. لاحظوا كيف يتغير هذا التوجل سويتش الخط أو حجم الخط الخاص به، ونوع الخط كذلك. لدينا name toggle switch by default، لدينا parent bd mode parent الخاصة بالمكون، يقبل البوب اب منيو، ويوجد فيه خاصية read only. read only بمعنى لا نستطيع التحكم فيه إذا كانت read only true. لديه hint كذلك ملاحظات. لدينا خاصية show state caption، إما نجعلها true أو نجعلها false، يعني هنا لنظهر الكابشن الخاصة بهذا التوجل سويتش لتعطينا ماذا يفعل هذا السويتش أو هذا التوجل سويتش، أو نخفي هذه الكابشن ونترك فقط هذا الشكل. إذن خصائص هنا state أو switch height و switch width، مثلا نضعها 100 ويزداد
حجم يعني عرض السويتش توجل سويتش. وكذلك الهايت كذلك يمكننا التحكم في ارتفاع هذه التوجل سويتش. ولدينا خاصية top order، يعني top order تعني ترتيب هذا المكون داخل الفورم بالنسبة للفورم. ثم لدينا temp color، يعني هنا temp color و temp width، هنا يمكن وضعها 20. لاحظوا تغيير temp width. temp هي معناتها هذه النقطة السوداء داخل ال toggle switch، يمكننا تكبيرها وتصغيرها من هنا من temp width. أما الكالر فيمكننا تغيير الكالر الخاص به، يمكننا تغيير الكالر الخاصة بهذا التمب. إذا لاحظوا بعد التنفيذ، إذا لاحظوا كيف يظهر هذا التوجل سويتش on off on off. نعيد الفورم إلى اللون الخاص بها، مثلا إلى هذا اللون، وننفذ. إذا لاحظوا كيف يظهر هذا المكون. نظهر لهذا المكون الكابشن الخاصة به، ونلاحظ. إذا لاحظوا كيف يظهر هذا التوجل سويتش. لديه كذلك خاصية فيزيبل، إظهاره أو إخفاؤه. تقريبا هذا التوجل سويتش يعمل على إظهار أو إخفاء أي شيء. مثلا نريد وضع مثلا زر هنا، ونريد لهذا التوجل سويتش أن يظهر لنا هذا الزر هنا، نضعه visible false، ننفذ. إذن هنا لا يظهر الزر. إذا قمنا بالضغط على on يظهر الزر. كيف نعمل ذلك؟ قلنا أن الخاصية toggle switch الخاصية المهمة بالنسبة إليه هي state. state عندما يكون off وعندما يكون on. إذن في الإيفنت الخاصة به في الأون كليك نضغط ضغطتين ونستعمل أداة شرطية if، ونقول له if toggle switch 1.state الخاصة به تساوي إلى الخاصة به هنا toggle switch، قلنا SS state هي TSS off. إذن هنا نقول له TSS off أو on، لاحظوا off أو on. إذن on then، ثم نفتح block begin، نقول له button one visible، يعطينا إلى شروع. الآن العكس، نعكس العملية else فيعكس العملية الخاصة بهذه التوجل سويتش. إذن هنا false وننفذ. إذن لاحظوا هنا الزر لا يظهر. إذن هنا عند وضع on يظهر، هكذا يختفي، هكذا وهكذا يظهر، وهنا يختفي. إذن التوجل سويتش الخاصية المهمة فيه والتي يعتمد عليها هي خاصية توجل سويتش ستيت. ولدينا نوعين من ستيت، لما يكون on ولما يكون off. وهنا العملية else تعكس العملية on وتجعلها TSS off.
هذا بالنسبة للمكون توجل سويتش. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.